الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم إن شاء الله في دقائق وأترك المجال للمشايخ والإخوة الأفاضل ليتحدثوا من بعدي. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا رجال صالحين أولياء، ذل كانوا أولي عديل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانوا أولياء وصالحين من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. فهؤلاء الخمسة الصالحين الأولياء نقل الشيخ الفوزان عن أهل السير قصتهم، قال كان قوم يحبهم حب شديد جدا جماعة الخمسة ذيل، وتعلقوا بهم، قاموا ماتوا وماتوا، قالوا في سنة واحدة كلهم الخمسة ماتوا في عام واحد. وتخيل انه ذي الناس أولياء وصالحين وأهلهم كان بيحبوهم حب شديد، قام ربنا امتحنهم وابتلاهم، ابتلى قومهم بأنه موتهم كلهم في سنة واحدة. يبقى المصيبة حتكون كبيرة والفاجعة حتكون عظيمة، مش كده؟ أول ما ماتوا قام دفنوهم في القبور عادي، ما بنوا عليهم لا قبة لا كده لا كده، ولكن قومهم ده الحزن عليهم حزن شديد جدا. أيوة، الشيطان طوالي استغل العاطفة دي، والشيطان قبيل قال لربنا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فجاءهم جل للناس ديل قال لهم: يا جماعة الخمسة الصالحين والأولياء ديل كانوا نشيطين جدا في العبادة، فإذا دارين تكونوا زيهم عندكم نشاط وهمة عالية في العبادة، ممكن الدار يعبد يدعو يصلي يعمل أي نوع من العبادة ما يعبد في البيت، يجي يعبد جم قبور الخمسة أولياء صالحين دين. السبب شنو؟ قال لهم عشان لو تعبتوا في العبادة وانت بتعبد الله جم قبر ود أو سواع أو يغوث أو كذا، لو تعبت تتذكر إنه الزول ده كان نشيط في العبادة، تقوم تنشط في العبادة. إذا نيتهم كانت حسنة ولا ما حسنة؟ حسنة، ولكن كما قال العلماء النية الحسنة لا تحسن العمل القبيح. فبدوا يجي يعبدوا الله جنب القبور، وده طبعا في شريعة الإسلام حرام، حرام تعبد الله جنب قبر زول، تخصص المكان ده للعبادة. عشان كده حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، رأى الرجل كان يأتي إلى فرجة كانت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل من تلك الفرجة فيدعو، يدعو الله مش يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه معتقد يعني أفضلية الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين كان بيتغدى
أول ما شاف الرجل ده خش جوا في الجحر ده خش بيه لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وبقى يدعو الله قام ناداو. أول ما جاء الرجل قام نهاو قال له حرام تسوي كده. فإني سمعت حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، يعني ما يكون مكان للعيادة الزيارة الكثيرة، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم. شوف ده قبر النبي عليه الصلاة والسلام مش قبر زول تاني. طيب فالشيطان غش هؤلاء الأقوام بقوا يعبدوا الله هنا طوالي. الشيطان اداهم فترة قال لهم يا أخي بدل ما تتعبوا تجوا لحد هنا أنا بعمل لكم لكل واحد من الصالحين الخمسة ديل صورة يخدها في البيت يتذكر بها النشاط بتاع العبادة بتاع ود أو سواع أو يغوص إلى آخره. قالوا قبلانين، فصنع لهم صورة لكن زمان ما كان عندهم موبايل بيصوروا به أو كاميرا، عمل لهم زي صنم صورة لكل واحد من هؤلاء الأولياء والصالحين. السلف قالوا فلما نسي العلم، قال الشيخ الفوزان نسي العلم يعني مات العلماء. سبحان الله، شوف الكلام ده كلام عجيب ودي فائدة عجيبة يذكر الشيخ الفوزان حفظه الله. عبدوا من دون الله، قال لأنه أصلا وجود العلماء الناصحين اللي بيدعوا للتوحيد وينهوا الناس عن الشرك إذا موجودين الشرك بيكون قليل بيكون محارب. عشان كده قال فلما نسي العلم يعني مات العلماء عبدوا من دون الله. والشيطان جلي الأجيال البعد بعديهم كده قدام قال لهم يا أخي جدودكم ديل ما كان بيعبدوا الله براو، كان بيعبدوا الأولياء الخمسة ديل ود وسواع ويغوث وبهم يسقون المطر، قال فعبدوا من دون الله. بعد ذلك ربنا رسل نوح عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد وإنهم ما يعبدوا الصالحين ديل يعبدوا الله براو حاربوا. ربنا قال وما آمن معه إلا قليل، وصنع السفينة العظيمة التي لم يكن مثلها أبدا، وحمل من كل زوجين اثنين، والقصة معروفة. بعد ذلك ربنا غرق الكفار. لما ربنا غرق الكفار الأصنام الخمسة ديل برضو غرقوا، والموج دس الأصنام دي تحت الرمال. تعاقبت الأزمان، القصة دي كلها بحكاية الشيخ الفوزان نقلا من كتب السيرة ملخصة. تعاقبت السنين، ظهر واحد مجرم اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، مشى يتعالج في الشام، ما عارف عنده حصوة ولا عنده شنو، زي الجماعة الآن واحد ما يجيه قبضة يقول لك ماشي الأردن، هو يطفش يمشي الأردن يتعالج، وانت تجي وانت أو تجيب له مرتك يقول لك الشيخ فيه بركة بيعالجك ويمشي الأردن. المهم عمرو بن لحي اللي مشى الأردن، أقصد مشى الشام يتعالج هناك، لقى ناس الشام بيعبدوا الأصنام، والأصنام دي يا جماعة ما مجرد حجار، دي صور لأولياء في فهمهم هم لأولياء، خلاص ده كان عندهم في التاريخ كله كده. فلقاهم بيعبدوا الأصنام قام عجبته الحكاية دي، الدين ده عجبه. وعمرو بن لحي ده كان زعيم من زعماء العرب وكان عنده قروش، وأصله في الغالب المشاكل بتجي من ناس القروش إلا من رحم الله. عجبته الحكاية، إبليس لاحظ إنه عجبته الشغلة دي. أول ما طلع من الشام عمرو بن لحي الخزاعي طالع جاي لمكة في الطريق، قام إبليس قال له هل أدلك، ظهر له في الطريق، إبليس ما بيظهر لك عادي، ظهر له وقال له هل أدلك على أصنام قوم نوح، قال له أيوة. إبليس كان عارفة من الوقت اللي اتدفنت بالأمواج وكذا وكذا، قال له هنا ود وهناك سواع وهنا يغوص، أحفرك أحفرك أحفرك، حفر طلعها من جديد تاني
عمرو بن لحي الخزاعي، وشال معاه مشابه مكة وزعها على قبائل العرب، فعبدوا هذه الأوثان من دون الله تعالى. الفائدة المهمة، الأوثان دي عبارة عن شنو يا جماعة؟ ما مجرد حجار بس، دي صور لأولياء زي ما قال عبد الله بن عباس. يبقى يا جماعة أصلا الشرك بالله ما ظهر في الأرض إلا لسبب واحد لا ثاني له، وهو الغلو في الصالحين وفي الأولياء أو في المشايخ، سواء كانوا صالحين أو كانوا طالحين. الغلو ده يعني شنو يا جماعة؟ بفهم بسيط، الغلو يعني مجاوزة الحد. زول ترفع فوق حده، زول بشر عنده اذنين اثنين وعينين ونخر فيها قدتين وبيبول وبيتبرز وبيمرض وبيجو صداع وامه طلعته من بطنها مع الدم بتاع النفاس، شفت كيف؟ بشر بني ادم عادي، ترفعه فوق مكانته تبقي زي الله واحد، او ترفعه فوق مكانته التي يستحقها، ده اسمه الغلو يا جماعة. فالسبب الأوحد في الشرك وفي عبادة غير الله هو مجاوزة الحد بالشيوخ أو بالأولياء والصالحين. يلا قام النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء قفل أول حاجة ده على التوحيد وحارب الشرك. بعد ما انتشر التوحيد ما قال الأمة وحدت ونقعد نتفرج، لا، وإنما قفل أي باب ممكن يدخل الشرك